خرجنا كنشوفوا الكوبتير كدوز، قلنا شنو واقع هنايا؟ قال لك ودير شي فلوكه خرجت عامره حراقه ضربت في شي صخره. وملي جينا نشوفوا قال لك اودي جي من قنيطره، هاد ماشي ولاد البلاد هنا، جاي من قنيطره. وباش جاي واحد من قنيطره جاي لهنا وهاد الفلوكه ماشي ديال الحريق، هاد الفلوكه كتبان لي غير مصايبه، فهمتي ولا لا؟ وملي سولنا قال لك ودير خرجوا شي ناس بحال ما كايا مشاو للدواور كيدقوا في الديور، ملي كيقول لي ما قالوا عطاونا باغيين نسخنوا وبغينا ناكلوا، الدراري دارهم البارد وفيهم الجوع وداك الشيء. ملي سولهم قال لي مودي، قال لي حنا جايين من قنيطره، جايين من قنيطره وعاطين 3 مليون، بالنسبه عطيت 3 مليون لصاحبي باش يمريسكي فلوكه غير مصيبه، صعيب الحال شويه. بالنسبه لك 3 مليون تقدر دير بها شي بروشي صغير ديالك هنايا، تاخذ بها تريبورت وتاخذ باش تغامر بحياتك وسط من البحر، صعيب الحال. دابا هو كيقول لك دابا جوج بنات بعدا هادو اللي سمعت انا في هذا الصباح ماتوا جوج بنات، والناس راه كيقول لك مازال باقيين في البحر، باقي كيخرجوا حوايج بغير حوايج من البحر اللي كيخرجوا دابا، مازال الناس باقا دابا واقفه في البحر تما حاسين على وليداتهم وكله وكيفاش. وكاين شي عائلات جاو دابا، شي عائلات كيشوفوا وليداتهم كيقول لهم راه في لابريكاد ميتين. هذه هي الفلوكه ديال الحريق، هذه هي الفلوكه ديال الحريق، راه ديال الصيد راه ماشي ديال الحريق. قال لك نصب عليهم وباقا قال لك هنا ماشي 73 واحد، وهذه الفلوكه راه ما فيهاش 73 واحد، اربعه قال لك هربوا ومشاو نعسوا، كاين اللي نعسوا حدانا تا الصباح عاد مشاو زادوا ساردين عابين الرمله هربوا. قال لك مع اثنين بلاصه جايين من سلا ولا مع اثنين، قال لك ضاربين دوره جابنا سيدي الحال هنا ولا احنا وزاد، ما عرفناش كيف فينا والو، وشي ميت وشي باقي العائله ديالهم باقي فيه كيقلبوا عليه، شي باقي في البحر وشي خرج وشي هرب.